انتما ساكتين صاحبي، راه العام الجديد هذا خصكم تكونوا كتنقزوا. اش بان لك سهيل؟ اسكيبتيكون جا سكيبتيكون، فين عدو الله؟ ها انا هو سكيبتيكون، ما كاينش في الستيج. اللي لتحت بان لك لتحت. اوكي، هو جا مشاو، باقي ما جا. شنو هي؟ ها هو جا بسلامة، والله تا ولامة. شنو هي ولامة؟ شكون هو اللي جا؟ ها هو جا بسلامة، والله تا ولامة. شنو هي ولامة؟ خوخي دي شيفريليات. عاود الجملة، شنو هي؟ ها هو جا بسلامة، والله تا ولامة. شنو هي زعما؟ والله تاوي اللامة. I don't know. تكون شي حاجة، كيفاش رانو؟ تكون شي حاجة فيها ال ما غاديش نشرح لكم تتمة ديال البويم. هو جا بسلامة يعني على سلامته، والله تاوي الإخاء، الله يتاويك مع أخوك. لما هي اللمة، هي الجمع لما، لما يلم. شنو هي ولامة؟ الله يتاوي، الله يتاوي يعني الله يكون الإخاء، يدير الإخاء في اللمة في الجمع. يتاوي الأمة، اللمة اللمة، لما لما هي اللمة، هي الجمع. التأم الشيء بالشيء، التأم الشيء بالشيء يعني تجمع الشيء مع واحد الشيء. لما هو جاب سلامة، الله يتاوي اللامة. هو جاب سلامة، والله يتاوي اللامة. الله ما نسيتي ديك الله، الله سبحانه الله وتعالى ما تكرتيش. الله يتاوي اللامة، يتاوي يعني يوخي، والله يوخي. كنقول الله يتاويك مع أخوك، الله يتاويك مع مرتك، الله يتاويك يتاوي يعني يتاوي الخير، يتاوي الخير، يتاوي الخير، يتاوي اللامة. سكيبتيكون اش بانت لك في القضية؟ بان لي القضية ديال بان لك الضباب، بان لي الضباب خايبين ليه بلاتي. بان لي الضباب اللي كيقدر يشرح هاد الشيء بزاف، وهادي غير هي باش بوغ سامبليفيا لي شوز. اسمحوا لي الاخوان، وسنة سعيدة تو دابوغ الجميع، راه ما قلتهاش، كانت تو دابوغ خصني نقولها غير نسيت. وي سنة سعيدة على الجميع، نتمنى لكم كل الحب والخير وكل السعادة تلقاوها في هذا الشيء اللي ما داش في 2023، كنا نعوضه في 2024 اخوتي. كنا حتى شي واحد فينا ما تبقى فيه شي حاجة ما دارهاش ويديرها ان شاء الله، ان شاء هو بلاش ما شاء. يا كبير اللي تصطادوا في الماء العاكر، قال لي ان شاء الله كل صح بارك عليا. ديك القصيده ديما فاش كنت بوق كنبغي نغنيها، وما راه طلعت لهم في راسو نسمع يمكن سالي وبرفورمانس ما سمعوهاش. المهم هي قصيده الاخوان كنت كتبتها انا بكلمات دياولي على واحد القياس ملحوني، كنطرح فيها واحد التساؤل ما بيني وبين دماغي على القضية ديال الدين. سولني عقلي وقال لي علاش تعبد الله، بدون تفكير رديت بالجواب اللي جا على بالي، بدون تفكير رديت بالجواب اللي جا على بالي. ربي هو اللي خلق الكوان والولا، وربي هو اللي رزق بالمال والولاد، ربي هو اللي عطى نعم بلا عدد، وربي هو اللي اصطف محمد على العباد وبعته مرسول وعطاه حكمة في الإرشاد.
بعتو مرسول وعطاه حكمة في الإرشاد. وقفني عقلي وقال لي اتمع المزيان، ياك ربي اللي خالق الحلال هو اللي خلق الحرام، هو اللي خلق الشيطان اللي غوى آدم، وربي هو اللي فرز وفرق بيه العباد، وربي هو اللي حرم تبني الأولاد، ربي هو اللي أحلح بالرق والاستعباد. كيف يعقال كتوب تحرفت نفافات الزمان، لا تقول لي إنجيل ولا تورة ولا حتى قرآن، كل شي بهوت وتخريف نبى من إنسان. كيف يعقال هذا اللي بعت كلام بلا برهان، يحرقني ولا يجازيني بالحر والولدان، أنا إنسان عقلي سليم ما يقبل هذا الكلام، يا إنسان ركز وفهم شنو معنى إيمان، ياك غير كذبة وجاتنا فلان عن فلان، تخليك تحقد واللي كفر تحسبو من العديان، خرافة بيتات نقلها إنسان عن إنسان، هو ولادو لقنها سماها إيمان، هو ولادو لقنها سماها إيمان، خرافة بيتات نقلها إنسان عن إنسان، الحفاد ولادو لقنها سماها إيمان، الحفاد ولادو لقنها سماها إيمان. الله 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 فينك يا ربي، الله 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 فينك يا ربي، الله 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 فين برهان الله، الله 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 فين برهان الله. انا فاش جيت نكتب انا ما عمري كتبت، اول مره نكتب شي حاجه، ديما كنغني حاجه اسم مكتوبين. النهار فاش قلت لي لا غني شي حاجه بدل الكلمات، ما كنمشي نقلب على شي واحد يكتب لي داكشي اللي انا باغي نفكر فيه، قلت نكتب انا لراسي. فهاد الشيء اللي كتبت راه هذاك فعلا حوار داز بيني وبين راسي باش انا وصلت لهاد النتيجه اللي انا فيها دابا. فكتبت هذيك المرحله حيت انا كيجيني الا بغيت ننصح شي واحد غنحاول ندوزهم المرحله اللي دازت منا انا، حيت الا كنعرف ما عنديش بزاف، عندي اكسبيرينس وحده غنبارطاجيها مع الناس، فنبارطاجيها عن طريق الغناء. وكما شفتي بديت بسؤال عادي باش حتى اللي غادي يسمع ما يجيش داك الشوك من الاول وما يكملش، تساؤل عادي باش يعرفني النتيجة اللي نخرج بها، وانا عندي الهدف الناس تسمع من الاول حتى التالي. سولني هي عقلي وقال لي علاش تابع الله، بدون تفكير رديت بالجواب اللي جا على بالي، بدون تفكير رديت بالجواب اللي جا على بالي، ربي هو اللي خلق الكوان وهو العباد، وربي هو اللي رزق بالمال والولاد، ربي هو اللي عطى نعم بلا عدد، وربي هو اللي اصطف محمد عام العباد، وبعتو مرسول وحطه حكمة في الإرشاد، بعتو مرسول وعطاه حكمة في الإرشاد. وقفني عقلي وقال لي اتمع المزيان، ياك ربي اللي خلق الحرام هو اللي خلق الحلال، هو اللي خلق الشيطان اللي غوى آدم، وربي هو اللي فرز وفرق به العباد، وربي هو اللي حرم تبني الأولاد، ربي هو اللي باح الرق والاستعباد. كيف يعقال كتوب تحرفت نفعنا هذا الزمان، لا تقول لي إنجيل ولا تورات
ولا حتى قرآن، كل بهوت وتخريف نابع من إنسان. كيف يعقل هذا اللي بعت كلام بلا برهان؟ يحرقني ولا يجازيني بالحور والولدان. أنا إنسان عقلي سليم ما يقبل هذا الكلام. يا إنسان تمعن وفهم شنو معنى إيمان. ياك غير كذبة وجاتنا بفلان عن فلان، تخليك تحقد واللي كفر تحسبو من العديان. خرافات بيتا تناقلها إنسان عن إنسان، الحفاد ولادو لقنها سماها إيمان. الحفاد ولادو لقنها سماها إيمان. خرافات بيتا تناقلها إنسان عن إنسان، الحفاد ولادو لقنها سماها إيمان. الحفاد ولادو لقنها سماها إيمان. الله 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 يا ربي، الله 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 يا ربي، الله 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 فين برهان الله، الله 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 فين برهان الله. فغادي نقول لكم سنة سعيدة، الله يدخل عليكم مرة أخرى بكل ما تتمنون، الصحة والسلامة والعافية والنجاح والفلوس وتحقيق الأهداف وكاع داكشي اللي في خاطركم. شكرا أختي بارفيمون، كنتمنى لك نفس الشيء وأكثر، وفرصة جميلة، ومازال إن شاء الله نتلاقاو. الصديق ديالي ديما معايا في أي فرصة جاية، إن شاء الله يكون هنا نقشبو مع شوية ونضحكو ونحاولو نوصلو للفكرة اللي خاصها توصل. ناري صقع عندك يكون شي، يكون عدو شي داعشوش مخبي وسط منو يدبحك. نو نو نو، إلا كل مرة جاي هضرتي معه من الأولى تعرفي بأنها open mind وداك الشيء. فواحد هو راه في واحد المرحلة تقريبا الأغلبية ديالنا من الناس، أنا كنت فيها، كنت بزاف الحاجات في الإسلام ما قبلهمش وما عنديش لهم تفاسير، ولكن داك العاطفة والقدسية كتقول لي لا راه كاين شي حقيقة انت ما عارفاش. ملي بحثت ما لقيتهاش صافي، ملي بحثت زدت صدمت. هو راه في داك المرحلة، راه انا عطيته اسئلة والاخوان تاعو عطاو اسئلة وما عندوش رد عليها، وراه في اطار البحث فهمتي، يعني راه خصو غير واحد فيها كيقول، ماشي شي واحد اللي متعمق. تيصلي؟ لا واش كنقول لك، وجايب قرعة وجايب كتقول كيصلي. ما كيصلي ما كيزفت، غير هو كيقول لك لا كيقول لك المسلمين عاشرهم في بزاف البلايص ولقاهم مسالمين، وحنا ديننا كيقولنا دابا. هو ما عارفش داك الدين بصح اللي جاب محمد، هو كيعرف على داك الدين اللي تلقنا اللي سيراوه داروا له السراج ولمعوه عاد لقنوه لنا، ما عطاوناش الاصل. فحنا كنحاولوا نوصلوا له الاصل ديال الدين. ما هو ما كيصليش، وجزرت الحاجات في الدين ما كيقبلهمش، وكان مزوج اصلا مراته ما كانش اصلا مسلمه وكان متقبلها وهذا، فخصو غير يفهم الامور شويه بصح. وهذه اللي كان مزوج بها وطلقها، طلقوا على قبل الدين ولا غطلقوا ما تفهموش؟ تقريبا طلقوا على قبل الدين، هي كانت مسيحيه وهو كان مسلم، كانوا صحاباتها وعماماتها وداك الشيء كيبروفوكيوه كيخلعوها عليه، كيقولوا لا راه كذا راه مسلم راه يضربك راه يتزوج عليك وكذا. كانوا كيسولوا اسئله ما كيعرفش يجاوب عليها، ما كيعرفش يلمع الصوره ديال الاسلام. في التالي من الحوايج اللي خلاهم يطلقوا هو ما ولدش معاه، حيت ما كانوش محددين شنو هي الايديولوجيه اللي يقدروا يتبعوا ولادو. وداك النهار فاش جلست معاه هنا في النقاش ندم، قال لي ريتكو كان هيك كملت معها وداك الشيء، حيت كان كيبغيها وداك الشيء. وقال لي كان بامكانه يخلي ولادو ديك الساعه يعتنقوا الديانه اللي بغا. هو في داك الوقت كان كيقول لا ولادي خصهم يكونوا مسلمين بحالي ولا ما نولدش. دابا عاد بدا كيفهم. وراه في الطريق المستقيم. سوفيستوس فقتي، الله يعطينا وجهك. الناس كلهم دوزوا البوناني سهرانين وسكرانين وشطحون وشطوق، تمشيتي نعستي يلا فقتي. تنقول لك سوفيستوس بقيتي ساكن في ديك المزرعة الخضراء
حتى وليتي بحالك بحال الدجاجات، ناس معاه وتفق معاه وصف استاذ. طلع خد المايك باش يشطلع. فين صافا لاباس عليك؟ صباح الخير. دخل عليك صباح النور. هاني سنة سعيدة علينا وعليك. مبروك واش تعاودي لحافظك النار الكبير. قولي امين. لحافظك العاشق. لحافظك هذه لحافظك. كانوا تيقولوا القري الناس اللي كانوا تيقريسي وذوك الشمكاره ولاو مطيين بها المغاربه كاملين. الوالده ولا تشقوله مصيبه كاع. هي تقول لك لحافظ. والله الا الوالده ولا تقول لي الله يحفظك تقول لها هذه راه كنا. اي ودي مشاكل. ايوا سيدي صباحك مبروك. نتمنوا لك يوم جميل ومشرق. الله يحفظك. كنوا فيه زقزقة العصافير داكشي كاع اللي تيعجبك. الله يعافيك. انا بغيت لك في 2024 تلقى فيها كاع المشرومات الجابرين اللي ما الفقيعات اللي ما كينوضوش ينوضو تلقاهم انت ودير لها بال. امك الرب يقول امين امين. يلا تصبحوا على خير الاصدقاء. وبوناني بوناني وحايش بعام جديد. ديلي ديلي احواش نضرو ويني تنور الهلالة في العالم كله واحد دير يا موسى هادي العزة ويني يا راس سكرات ويش شو ما يزعم ما ناشيش معهم جديد ما بسيقش خبارة في يوم باشي بقية ستة سوية وكين شي ناس عادش تدو ستة سوية في يوم باشي. عبت يا خويا العزيز كيف شفتي دابا حنا كيش تدبع عنا قلنا راس العام بغينا نديرو شي لعيبة وبعدا شنو في 24 نحس بها الدخول المطارخة بعدا زيد فيها نهار يعني غني شو نهار زيادة على هاد الاسم اللي فاس هاد العام هاد الزوينة هادي. اي بدا هذه افونت اكبر افونت عشان يشو نازيت لا موقع اشتري واني اشيك خلصو كاما يخلصوش ناس بديو عشي خلصو ناس وكذي قلتش لي عدوك يخلصو الطريقة ديال الطنوبيل الطريقة ديال الضعف يخلصو نهار 28 مش 28 يعني هذا شيء زوين الشيء هذه هذه مش عز عليا انا هذه في 24 يجي وفرحان فيها. لا بغيت نقول لكم 2024 دابا انا راه ديجا عندي 2024 فواحد البلاصه في تايلاند ديجا درنا راس العام وتحيه للجميع وبيان اللي راه دعينا معك بيان اللي باش تبقى الغرفه ديما بحال هكا. سنة سعيدة اخي سيمون. سنة سعيدة. بونسوار ا تول مون. بونسوار. جيت نقول لكم بون اني بون سانتي اسكو فو ديزيري ان شاء الله اسكو فو زافي با في سيت اني ديرو العام الجاي. بون اني العقل صحابي الناس اللي الناس اللي تنعرف بون اني ميغفو بون سانتي والناس اللي ما تنعرفش سنة تنتوما سنة سعيدة وباش ما تمنيتو. شكرا. ميور فو تو اوسي ميرسي سي جونتي ميور فو بور تو اوسي سي ك سي علويت وي 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 اون بريس علويت بارك الله عليك كنتمنى لك بدوري سنة سعيدة كلها محبة راحة البال تكوني أكثر تألق تبارك الله عليك. أنا متبعك وكنحترم الأفكار ديالك. شكرا. سنة سعيدة لك. سنة سعيدة إن شاء الله. شوف أنا نورمالمون حنا تنقولو ونالترو عنو زعما ونالترو
une autre année d'obstacles, de vie, parce que la difficulté fait partie de la vie. Je trouve que la vie est zouine. كيف ما هي زوينه باسكو بحال تنقولوا واحد الفرصه جديده باش تقدر تحقق ذاتك توجور لا برومي شوف وقت كل نهار تتفيق بحال يلا تزاديتي سي سا لا في الوغ انت ملي تاخذها بحال هكا تولي عندك بحال داك العام بحال هاد العام مي لا ديفيرونس انت هاد العام وداك العام هو لو ديفلوبمون كيسكو جي في وتقدر ماشي ضروري يكون مادي يعني غير الا حددتي واحد الفكره كانت عندك غالطه وصححتيها هذا انجاز الا تخرجتي من واحد السيستم كان استنزف الطاقه ديالك وتحررتي يعني هذا انجاز ماشي ضروري الانجاز هذا انا بعدا تجيني هذا هو الانجاز حيت الانجاز المادي ميكانيك غاتمشي تخدم غاتربح فلوس ما انا تنشوف هذا هو الانجاز اللي تيجيب الفلوس اللي تيجيب الفلوس ديال بصح فوالا ميرسي ميرسي اختي على ويت ميرسي اي بون اني بور توا اوسي وكنتمنوا لك حتى هي صحه جيده وكلشي كلشي على لا سونتي اختي على ويت وكلمة لأخمول الغرفة سيتبلي هذا مول الغرفة مول الغرفة هو سبب السكسي ديالي إلا جيتو تشوفو علاش لأن أنا ديجا كنت مشهورة ولكن داكشي اللي تندير ماشي كوميرسيال ففي كورونا وقع لي واحد المشكل في البروفيل ديالي وداكشي فاش كنت نطلق مون إكس ماري دار لي أن سالكو واحد سيد في الفيسبوك صيفط لي لا فيديو ديالي سمعتو هو اللي دخلني البالتور دونك انا تنربط الانجاز ديالي ولا السكسي كو جي يو دون لو موند ماتيريال ولا في هذا لو موند كوميرسيال دو كونسوماسيون سي غراس ا بيالير بيالير صديق ديالي وعزيز عليا وهو معنا جو كان معنا من بداية الكلوب هاوس وهو عارف أشنو أنا درت البيالير تلمو أنا جي بخوف أنا الأمور شوفو أنا ما تعجبنيش الإنسان يجي يقول لي تنبغيك هكا تنبغيك تنموت عليك ويبقى يهضر أنا الهضرة ما تتعجبنيش تندويش أنا إذا ما تنحملكش تنبروفي وإذا تنبغيك تنبروفي بالأفعال فهمتي ما تنهضرش دونك غادي انت يا تقول لي كنزة مثلا شي حاجه ماشي هي هذيك نقول لك شوف واش انا ما دايرش لك اد غتقول لي اه واش انا ما قابلكش غتقول لي اه دونك هاد الهضره ما كيماشي منطقيه حيت انا امكاني نقول لك سي بحالك فهمتي دونك بيالير واحد الشخص اللي هو عزيز عليا بزاف سي فري كو في هاد الخمس سنين ولا اربع سنين وقعوا أبسن داون وقعوا شي حوايج مي بيالير في ستاتيو ديالو جالس ما تيتزعزعش في دماغي زعما دماغي سي كيلكان كيما دوني واحد البوش باور حيت انا فاش دخلت ككونسوماتريس بغيت غير نسمعو فدخلت نسمعو واحد النهار دويت معاه طلعت المايك ودويت معاه زعما ما كنتش بغيت نهضر كاع وهو اللي دفعني هو اللي إلا تتشوفوني وليت إمبراطورة ولا الخمس سنين في الميديا غراس ا بيالير فوالا ميرسي اي از فيري سوري انا مع خدام هاد الساعة كنت كنهضر ويجيني واحد الفيري امبورطانت كول شنو كنا كنقولوا ولا شنو كنت كنقول انا نسيت بون شفت الصف من بعد كنتي كتغني اصلان كنتي تتصاوب فلون لا كنتي كتغني شي نوع من الموسيقى بغينا نسمعوا شي حاجه عافاك تفضل فلان لا بغيت نشكر الاخت كريمه كنزه العلاوي كنشكرك وهذه كلمه الانسان يقدر يقولها في حق واحد الانسان اللي هو فاتح لنا الروم وكيخلينا نعبروا على اي حاجه وكنناقشوا اي حاجه وداكشي
المهم هو اخ مفضل وعندنا زوين و فوالا. دونك شكرا شكرا على الكلمه اللي في حق لا هو لا صراحه انا تنقول غير صراحه انا بيان لي سكي ما اتيري انفير لوي سون لونغاج باسكو لونغاج ديالو هو دو كازا عندنا لو ميم لونغاج. خاصكم تعرفوا سي كو تكونوا مقارينش مقارينش ياك مقارينش شي ولد كازا سورتو ولد بيضاوي ولد كازا ديجا تيتزاد ديفلوبي متحرر. فاحنا انا ماشي غنقولوا احنا المغرب كله زوين ولكن احنا بيضاوي الناس كرام فهمتي عندنا الكرام صراحه فهمتي. فبيان لي واحد الشخص اللي هو كريم بزاف قلبه كبير و فرانشمون انا تعتبره خويا الكبير فهمتي وعزيز عليا بزاف. وكاع اللي مع بيان لير زعما بحال تنمشي تنجي عند خويا للدار اي واحد لقيته هنا على راسي وعينيا. فوالا شكرا. شكرا علوي. هذه هي الشهاده اللي كنت عبرت بها في حق الاخ ديالنا او اخونا بيان لير. كانت تعطات لي كلمه باش نتكلم على اخ بيان لير. هضرت معاه بالطريقه كيف ما هضرتي مع اخت علويت. اخ بيان لير كان عنده واحد الدور فعال انه خرجني من واحد العزله لانني فاش خرج من الدين حسيت براسي منبوذ من طرف الاسره ديالي اللي ما قبلتنيش. راه كنشوف الاخ ديالي وما اعتبرونيش والاخ بيان لير هو اللي فاجع ليا بواحد الكلمات يعني شفى لي القلب ديالي بضع ثواني. انا كنبغي بيان لير وكيتكلم بلغات الحمريه ديال المغاربه ديال الواقع. شكرا شكرا لك شكرا للجميع. بيان لير ما يمكنش ما تبغيهش. وتا انا يعني انا علاش بيان لير عطاني البوش باور حيت انا تنشاف الناس فهمتي. انا صراحه في الاول كان حابسني الايغو صراحه الايغو والخوف حيت عاوتاني حتى المركز ديالي في المجتمع حساس بزاف ما نقدرش نبان في التلفازه ما نقدر وي تندير اعمال فنيه وراء الكواليس وتوجو حياتي كانت وراء الكواليس تندير كل شيء ولكن باش نبان في الصوره وندخل لواحد المارشي اللي هو كوميرسيال ما يمكنش حيت داكشي اللي تنديرو ماشي كوميرسيال. مي بيان لير عاوني نتحدى الخوف فهمتي. انا يا بيان لير انا ماشي كنت عارفه الطريق وعندي البروسيس وكل شيء ولكن كان خاصني شي واحد اللي يعطيني بوش باور. فبيان لير انا غير دفعني وصراحه تعذبت حيت انا في الاول كان عندي مشكل في البادي لانجويج سي كو ما كنتش نعرف لحد الان عندي هذا المشكل ما كنتش نعرف نهضر مع لي زانكونو فهمتي. ما سيتي فريمون ممكن صعيب ديفيسيل دو بارلي افيك كيلكان كو جو كوني با. دونك حتى يعني خلاني نخدم على واحد الحاجه اللي انا تنديرها في الارض الواقع ولكن ما كنتش كنديرها في الفيرتوال هو الكلام بموضوعيه والفرق ما بين العموميه والخصوصيه يعني واحد الميكانيزم اللي كان عندي وما كانش مفعال حيت ما عمرني ما هدرت مع الناس ما تنعرفهمش. فبيان لير واحد الانسان اللي هو فريمون عنده طاقه. دابا طاقه الاستشفاء شنو هي؟ دابا الشفاء يقدر يعطيه لك سدري صغير. شنو هو الشفاء؟ سي كو انت تتكون في واحد الازمه باطنيه ما تتكونش عارف الخروج او الباب فين كاين. يقدر دري صغير يقول لك كلمه واحده ديبلوكي لك القضيه لان المساله عاطفيه تعلق خاصك غير تو رياليز كنت ديبون ا بيرسون وداكشي اللي في دماغك غير وهم ما كاينش. لان خويا روكي المساله الصعيبه اللي خاصك تفهم هو هاد الاختيار اللي انت درتيه طبيعي ان لي كونسيكونس يكونوا فيه طبيعي حيت هذاك الضل ديالك. دونك طبيعي ان الناس مثلا خوشك ينبدوك طبيعي هادشي كله طبيعي ولكن اللي خاصك تعرف باش ما تطيحش في الخزلان
ولا ديسيبشن، سي كو هاد الوجه اللي شفتي دابا من خوتك هو وجههم الحقيقي. دونك خاصك تفرح، هذا هو الحقيقة، فهمتي؟ خاصك تفرح. دونك هنا اشنو غدير انت؟ غتعامل مع الناس بوجههم الحقيقي بدون ماسك. ديجا انت ملي غتبدا تهضر معاهم هكا، ديجا انت راك هذا تيتسمى الصعود في الوعي والرقي، انك تخرج من البعدي، تخرج من كل ما هو مادي وتتهضر مع الشخص بالمنطق وبالوعي بالحريه، سورتو الاراده وعزيمه، باش تبقى معتمد على الناس عاطفيا هذا دمار. دمار، لان انا مثلا قبل كاع انا ما نعرف بيالير، ولا قبل ما نقرر زعما نخرج من واحد تحدى الخوف، حيت كان عندي واحد الخوف، هذاك الخوف اللي كان عندي ماشي كان خوف من الناس، كان خوف من التجربه، وهذا الشيء طبيعي. يعني تشوف تنقول الخوف بور زعما بور دو نو با ريوسير، وهذه المساله الطبيعيه تكون في الشخص، ويكون عندك تكون قاري وحافظ وغتمشي للامتحان، داي تيكون عندك شي واحد شويه ديال لونكسيتي، سي كو عندك ما نفاليديش. دونك عادي، المساله اللي خاصك تفهم هو هاد التحرر اللي انت تحررتي، راح مازال خاصك تحرر، ماشي غير من الدين، لا حتى من الاشخاص. غنقولوا مثلا غنتسناو واحد عاطفيا، غنتسناو واحد الكونفور، اون بارول دو كونفور. لا بارول دو كونفور ما تعطيهاش لك بنادم، تعطيها لك الكون. ملي تيصيفط لك شي شخص جميل تتعرف عليه، ملي شي اوبورتونيتي جديده، شي حاجه اللي ماشي ما جابهاش لك بنادم، ايه راه بنادم كان غير سبب طبيعي، ولكن شي حاجه اللي فهمتوني. انت ملي تتسنى لو كونفور من عند الناس، شوفوا دابا مثلا انا لاحظت كان بنادم تعيط عليا ملي تعرفني غدا نسافر مثلا غدا الامريكان ولا غدا لشي بلاصه، تعيط عليا صالك انت سافا ما فامي مي زامي، الاغلبيه اللي انا صيفطتهم بحالهم جيبي لينا داكور. تنشوفوا في صلة الرحيم في الاعياد وداكشي، تبدا ملي ولا الواتساب ولا سيفطوا لك سيدي غا ميساج في الواتساب، تو تروفي سا نورمال؟ Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour moi, ce n'est pas normal. Parce que ce qui est normal, c'est que tu m'appelles, tu me dis bonjour, bonsoir, tu vas bien, que tu racontes, ashkhbarak, kdara masha, etc. Donc, là, hatta hadik el atifa li nta tatsna bnadem annahu yisupportek, w di ma kaynach, hadak wahm. Wahm. Hayt hadak el shakhs li nta tatsna menno ma lqata el karro. Kan kan el khouk idawa ykon dawa karro. فهمتي؟ سي كو غير الوهم، الا انت تتسنى عاطفيا شي واحد يسيبورتيك، او شي واحد يقول لك تبارك الله عليك، او سورتو من الاقارب. دونك هنا خاصك تحرر من الاوهام، ماشي من الاشخاص، حيت الاشخاص هما الاوهام، الانماط الباتير القدام، الانماط ديال الطفوله حتى هما خاصك تقادهم، تحرر من كل شيء، من كاع لي تابو، كل شيء. ديك الساعه غتلقى راسك. فوالا، شكرا، ما نطولش عليكم، شكرا. شكرا لك اخت، شكرا كنزة، شكرا لك كنزة العلوي، شكرا. شكرا اختي كنزة. حتى انا بغيت نقول واحد الكلمه لا جات على خاطركم الاخوان. بيالير كما قالت كنزة، ولد كازا، تسارة هو في قصرية الحفاري، توا مشى لدرجة اللال، هادو احنا الناس اللي كنعرفو في الدار البيضاء وداك الشيء، توا مشى للسينما شهرزاد، توا هادي ولكن ما كناش كنعرفو بان ربيناتنا
واحد السيد. شوف جبني المعرفه اخويا واحد كلمه بغيت غير نقول لكم واحد كلمه. السينما شهرزاد جبتي السينما شهرزاد كاع السينمات اللي كاينين في كازا شهرزاد حنا ولاد البلاد. السينما شهرزاد والسينما الملكيه والسينما الموريتانيه والسينما اللانكس ديال عمي كيران عرايبات ديالنا. زيد اخويا رستم طوبيسات ديال مشارك مع بابا ومراضعين مع الوالد. اخويا حنا راه ولاد البلاد حنا راه بيضاوة الحرام. وي وي انا يعني ما كان نقولش بان انا كان انا نقدر نقول شي حوايج تما في الكراج علال وموريتانيا وداك الشيء مي بون. كتشوف هذا الانسان اللي كان كيدور بيناتنا تما في قصريه الحفاري. علاش قلت قصريه الحفاري؟ لان قصريه الحفاري كيكون فيها الناس بزاف ولي مارشي وداك الشيء. وواحد الانسان كيدور بيناتنا تما وربما احنا ما كنشوفوش هو كيشوف وكيقول اوه كيفاش هادشي زعما كاين هاد الناس هادو مديرين انسان فوالا متغلغل في الدين وفي التخربيق هذا وكيشوف وكيحلل وسميتو وحنايا هاد الانسان بيناتنا. المهم انا فاش سمعت البيالير وسمعت له في دي فيديو ديالو عبري عاد دخلت الغرفة اللي أنا ماشي قديم أنا الله جديد في الغرفة وذاك شي. عندي افتخار كان افتخر بواحد الإنسان اللي كان كيدور في قصرية الحفاري وذاك درب السلطان وسميته وكان كيحلل وكيشوف. أخويا أزيد شوف أخويا قصرية الحفاري جداتي عندها ثلاثة ديور كارياهم في ديور الحبوس عندنا رياض ديال جداتي ديال الورثة. ماما عندها ثلاثة ديال الحوانت والحوانت ديال الصابرة. أخويا قصرية الحفاري احنا قصرية الحفاري تو ديغ صاحبي راه الصابرة عرفتي فين تتصوب الصابرة الحرير فين تتصوب الصابرة. ماما راه عندها اتولي تما انت كتهضري بالصابرة راه هاد الجيل هذا كاع ما كيعرفوش كاع ما اهلا في النهار كبير هذا. الصابرة هي الحرير صابرا هو هو الحرير داك الحرير اللي كتصوب به ديك دابا سفيفة سفيفة ديال الجلابة سفيفة والعقاد يكون عندك المعلم. عرفتي شنو هو المعلم؟ هو ديك واحد الخشبة كتصوبها هي اللي كتصوب بها داك مانيفيك. وشوف بيا اللي رانا غنمشي عفاك بوناني صافي بليزير دونتوندغ تا فوا غادي نمشي قول لهم بيا اللي باش نشوف حوي وشوف باش نشوف حوي وشوف اخويا الكلمه ما يقولها لك غير بداوه. يلا باي باي تنبغيكم بزاف 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 بوناني بون سونتي خويا ازاد. خاصك تمشي لكازا كازا دابا راه ما بقاش لو فيها غير لي زاريفيست ولكن البداوه الحرار هو بيا اللي وانا فهاد كلوب هاوس الله يهنيكم. بون كنت باغي نقول كلمه زوينه ولكن غتبقى ديما زوينه راه كل نهار كيسمع مني الاخ بيالير. دونك فوالا كيما كانت كتهضر الاخت كنزه دونك جولي لوي دير كوم كوا حيت هي قالت كازا وداك الشيء مي بون. وهو شكرا 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 بزاف بيالير على هذه الغرفه هذه وماشي لحقتش حنا ولاد كازا سي بون غادي سميتو راه كاينين الناس معنا من اي مدينه في المغرب ومن المغرب كله اللي كيتعجبهم وكيسمعوا ليك وكيعرفوا سميتو. مي بون هي هذيك ديال كازا وداك الشيء خلاتني نظر على درب السلطان وعلى كراج علال وعلى سينما شهرزاد وداك الشيء. شكرا بيالير وتحيه ليك بزاف 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 وما كرهناش نديرو شي حاجه ليك غير باش زعما كاين بور تو ميرسيو كو فوالا ميرسي. تفضلوا الاخوات والاخوان. بالنسبه لكازاوا انا جو سوي كونتر هاد الهضره ديال كازاوا. حنا كازاوا حيت كما قال الاخ عز الدين كاينين الناس هذا يعني حنا دابا كنهضروا في واحد النيفو في واحد المستوى ديال اننا حنا عائله اللي غنتجمعوا على واحد رساله
اللي حنايا توصلنا ليها وغادين بها، اللي ما كتعرف لا كازاوي لا نصراني لا فرنساوي لا يهودي لا شينوي لا، ياك مع احترامي كازاوا انا راه صحابي كلهم كازاويات اختصالي. انا قلت كنا مغاربه وماشي غير كازا ولا شي حاجه، غير اخت كنزه كانت هضرت على كازا ومع بيالير من كازا وهادي 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 صاي. ولكن انا قلت راه كل شيء الناس اللي في الغرفه راه كلهم مغاربه وشي من قنيطره. كانت خاصها تكمل الجمله، كانت ما تخليهاش بحال هكا، كانت خاصها تكمل حيت حنايا راه حنا كلنا هنايا منسج من واحد الانسجام ديال بلا ما نعرفوا بعضياتنا لا منين ولا حنا فين ساكنين ولا حنا ياك ولا لا. حنا تلاقينا على قبل واحد الحاجه اللي كتجمعنا كلنا، سي كو الراحه النفسيه والعقليه، لان حنا مرتاحين لبعضياتنا اننا ندويو ونهضروا ونتشاركوا افكار اللي ما كنقدروش كنحسوا باننا حنا شويه ولينا سيباري على المجتمع ياك. اي كان بيالير جمع كل شيء مغاربه وكل المدن المغربيه جمع بيالير اكزاكتوم. دابا انا درت ملاحظه ديال اننا هنايا ماشي باش نعرفك انت منين ولا انت يا شكون ولا انت يا شنو عندك، حنا هنا كنتلاقاو حيت كلنا حنايا اللي كلنا ولاد الناس، كلنا عندنا خيرنا، كلنا عندنا رزقنا. مما غاديش نجي انا نقول لك عندي وعندي وعندي ونقول لك اوكي مع انا يا جو سوي با كونتر. نو نو ايفيت سام، معليش سي با غراف، هذيك ديال عندنا جوج ديور هنا وثلاثه ديور هنا، ايفيت سام ما تديش على هذا الشيء اختي صاليه. سمعت المهم هي بغات تبين بان بنت الدار البيضاء وبنت هادي وبنت هادي، مي معليش غير سي بون ايفيت سا ستو بلي، وهضري حنا كلنا مغاربه واي من اي فيلاج. ما قلتيش لها تغني بعدا، علاش انت اللي كتهضر؟ انا اللي نغني، علاش ما قلتيش لها تغني؟ وانت حيت صوتك زوين، هي انا عارف صوتها ما زوينش. يلا كملي انا راه عزيزه عليا هي، راه اصلا كنت كنسمع ليها وكتعجبني، وانا ما كرهتهاش تكون بقات معانا باش نقول لها شوفي اختي حنا هنايا كلنا سواسيه، انا لست معكم على قبل ان راه انا يا هذا، فهمتيني؟ بغيت نعطيها ملاحظه وصافي مبسطه. انا هنا كنشوف بين سميتو اخوات والاخوان ساكتين وكيسمعوا، ما حتى واحد ما كيبغي يهضر، وكنبغي نهضرهم. فوالا هذه هي الخدمه ديالي، كنبغي نهضر عباد الله. بحال زاد دابا ما بغاش تهضر. وانا عز الدين انا كتهضرني؟ لا انتي انا راه السبورتر ديالك وراك. بحال زاد دابا هذاك القفطان ديالها شحال 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 وهي لابساه، واش ما بغيتيش تبدل على القفطانه زاد؟ هذا باش تهضر زعما والو تقول. صافي بركة عليك ايموجي هكاك راه هضرات. أزاي راه هضرت غير ما سمعتينيش؟ هضرت وقلت لكم بوناني غير وقيلا ما كنتيش مركز. أبا كنشكرك أختي زيد، ولكن نبغيك تطولي في الهضرة. سمعتي واش فهمتيني يا أخت؟ شكرا لك. شنو اللي كدير ما بين الشطيح والترمى؟ كنلوزو كنواجه كنلوزو بصراحة. هذه هي دابا مثلا لا مشيتي عند الصبريون ولا ديال أمريكا اللاتينية، المسألة عندهم بالرجلين كيفاش كيديروا لي با، هما اللي كيخدموا على لي با ديالهم. سمعتيني؟ لأن في الثقافة ديالنا كاين هذاك العنصر ديال الجنس بزاف،
ياك الاخوان متفقين على هذا. واه كاين ديسك سميتو حركي داك الطرف، حركي حركي داك الطرف. حتى دابا نيت فاش كتشوف الدول العربيه المراه ديما كيقلبوا على شي مراه اللي كتكون تبارك الله بالعمر خصها. حتى حتى الافريكان امريكانز عندهم هذه القضيه ديال تشك 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 شك 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 كيبقاو فيبريو داك اللعيبه ديال شنو كتسمى داك الرقصه ديال الاخيره كيديروا على الناس في كليب باس دراب وفي كليب باس بزاف. وي اذا الشطيح كاين في الثقافه الانسانيه هو على حسب ما عرفت اخي بيالي الرقص، الرقص اصلا اللي كاين دابا في كيديروا الانسان جاي من الحيوانات جاي من لي زانيمو اصلا الرقص اون جينيرال الحركات التي نقوم بها الديفلوباس وصف. شنو هو الفرق بينه وبين الحيوانات؟ والو على الفلوس والعقل وحتى الحشرات كنختلفوا عليهم غير في الشكل. مثلا الا حطيتك قدام شي لانغوست ولا كتبان انت في شكل وكيبان ماشي هو اللي ويرد ماشي دابا فاش كنخلقو حنا كنختلف فاش كتحط الدودة والفرخ كتحط لانغوست ولا شفت واحد الصورة ديال واحد الشمبانزي اخي بيان الليل احق الرب الى بنادم صاحبي بنادم بنادم ما راك عارف انت الشمبانزي هو اقرب للانسان نفسي ميسكل يا صاحبي بواحد واحد الشكل اللي ميسكل ديالو كتشوف الدارسو وكتشوف الكتاب وبحال شي بحال شي راجل الصب توجهو قريب لبنادم بزاف. وي هذوك هذوك الترايبز اللي تيكونوا في الامازون وداك الشيء ما عمرهم ما اكتشفوا الناس تيكون عندهم الموسيقى والشطيح وتيكون عندهم التبويقة تيتبوقوا بزاف وتيكون عندهم هذاك هذاك تيأمنوا بداك السبيريت هذاك تيكون داك الشامان ديالهم داك الرئيس ديالهم تيبدا يتبوق يوميا وتيقول لهم انا راسي كومينيكيتي مع مع هذوك السبيريت. دونك انا هادشي تيبان ليا بلي هادشي ديال ديال تأمنوا بشي حاجة وتشطح التبوق فينا بحال داك النيد فينا مولود فينا ما عرفتش حتى لي زانديان كان عندهم هاد البلان لي زانديان كانوا حتى هما عندهم هاد القضيه. واحد الوثائقي جا مؤخرا في نتفليكس على على بدايه الحياه هنا في كوكب الارض دوزوا واحد العناكب في الغابات الامازون كدات حتى هي تلوث يترمتها وبدات هي تشطح وبدات هذا باش يجذب يجذب الاناث ويتزاوجوا اللي كيعرف يشطح مزيان هو اللي كيتزوج. وي كاين هادي عندنا حتى حنا المغاربه في العراسات كيبقاو يونو البنات كلها كتوري شنو عندها ياك اخويا بها الليل باش ديك طبيعه المراه هي بحال اللي قال هذا دابا باش كيديروا انت فاش كتبدا فاش كتبدا تعرض كتافك وكت انت في العرس عاوتاني كتبقى تبين العضلات ديالك وي فورما المراه تكمن في جمالها وجمال جسدها وجمال عقلها هنا وهذه هي طبيعة المرأة. داك شاش كنقولوا الإسلام دخل في طبيعة المرأة أن المرأة تجميل ديال المرأة من اللي كتعرف المرأة راسها وهي فاش في العصور القديمة والغابرة فاش كيعرف الإنسان كيشوف الماء كيشوف مرايا هي الماء هي باش عرف الإنسان. دابا فاش تحط الماء المرأة جات شافت وجهها وبدات كتزينه
كتغير ليفغ ديالها بشي طريقه على الحناك كدير لهم الاحمر. طبيعه المراه الراجل فاش شاف في الماء ما قالش لي راسي خصني ندير العكار ولا خصني ندير الكحال ولا فهمتي، يبقى طبيعي. يعني المساله غريزيه في المراه انها كتهتم بالجمال ديالها بالجسد ديالها اللوكس كيفاش كيشوفها الرجل، هذه طبيعه المراه. اذا الاسلام جا ودخل في هذه المساله قال المراه ما عندكش الحق تزيني، اوكي ما عندكش الحق تبيني المحاسن ديالك كمراه. اذا هنا تدخل في البيولوجيا ديال طبيعه ديال الانسان كانسان والمراه كمراه. داكشي علاش الاسلام تيقول لها لا خصك تكوني بحال الراجل، هذا هو اللي دار الاسلام، هو شد المراه وحاول ما امكن يشوفها بحال تقريبا كتقرب ليه بزاف لدرجه انه حيد لها ما عندهاش الحق في التزيين وداكشي كامل. اش كيسميوه فاش المراه كيقول لك تبرج، ديك الهضره ديال الخاويه ديال تبرج داكشي تبرج الجاهليه هذوك التبرج وداك اللي كيديروا المكياج وداكشي فهمتي. انا واحد دابا لحد الان مثلا خواتاتي ما يقدروش يلبسوا العكار في الدار فهمتي، ولا يكادوا فهمتي الملامح ديالهم بالكحول ولا بالعكار ولا شي حاجه. وهنا في مجتمع ذكوري كيشوف المراه بطريقه ذكوريه، يعني حتى الطريقه اللي كتمشي بها ولا كتهضر بها ولا كتحرك بها، كاين قوانين في الاسلام على المراه كيفاش خصها. حتى شي كيدخل هادشي علاش كنهضروا على الدين، حيت كيدخل في الطبيعه ديالك كانسان. مثلا تيقول لك هالطريقه اللي كتمشي بواحد الطريقه معينه، فهذيك الطريقه اللي انت كتمشي بها يعني السير الخطوات ديالك كيدخل تيقول لك والذين يمشون على الارض هونا والذين يمشون على الارض فرحا. فهمتي خصك الطريقه حتى المشي ديالك خصك تكون بواحد الطريقه بحال داكشي ديال نوت كوريا داكشي، خصك تمشي بهادي ودير بهادي وداكشي. تحيه لكم جميعا، سنه سعيده مره اخرى للجميع. فقط عندي واحد التساؤلات وسائل نفسي، علاش المسلمين كيجيو بواحد كيحسوا بواحد الالم ومعاناه اللي كيشوفوا الناس كيحتفلوا باعياد المسيح؟ علاش المسلم يعاني من هذا المشكل ومن هذه العقدة؟ علاش دابا أنا واحد إنسان احتفل في نهاية السنة وبداية السنة رغم أن غالبية من يحتفل ما عارفش بأن لها ذكرى مولد المسيح بين قوسين، كيحتفل بأن واحد العام مشى وعيد دا واحد العام جديد 2023 مرات واحد ذكريات وغادي يستقبل عام اخر جديد. بعض الناس كيبغي يحتفل في هذه اللحظات وكيحلم بسنه سعيده مقبله اخرى ما كاين غض النظر على اشنا هي الذكرى، لكن المسلمين يعانون. عرفتي دابا المسلمين في جميع العالم كيعانيوا، عرفتي علاش كيعانيوا؟ كيعانيوا لان القيمه اللي تعطات النبوة عيسى اكثر من القيمه اللي تعطات محمد. هادشي كيفاش كيشوف المسلم؟ لان الملايير ديال الناس ومحتفله والبهجه والسرور في العالم، وملي كتجي الذكرى ديال بو محمد ما كيعرف حتى شي واحد، ما كيعترفوش بها حتى المسلمين. فهاد الصدمه خلات المسلمين كيعانيو في صمت، خصوصا كاين بعض الناس الابناء ديالهم يصرون باش يحتفل، بغيتي والله كرهتي راني عن كتاب عن شري حلوة
غادي ندوز واحد الليله جميله. فهاد العقده اللي عطاتنا هاد الشيوخ دابا اللي كيخرجوا بداو ينبعوا راه ماشي فار من فراغ، راه كيحسوا بالغيره. ابو عيسى يفرض وجوده، ابو عيسى فرض وجوده على العالم بغيتو ولا كرهتو، والاتباع ديالو اكثر من اتباع الحاج محمد. فهاد عقده النقص تفضل روحي تفضل، غير رجاء ما تدخلش الموضوع. الله وي 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 العقل. لا واحد الاضافه باش ناكد لك كلامك. اوكي انا تانا غدا نتفقع دابا، يلا انا دابا نزلتوني وانا من قبيله وانا بغاكم تطلعوني حتى واحد ما حاشاها ليا. يلا غندير لكم بحال ريموشه ولا ريميشه ولا شتك. ماشي مشكل، واخا غير شويه غتطلعي اختي، غنكمل مع العقل. شكرا، بغيت نكمل سميتو الكلام ديال العقل. العقل شحال مره مذكوره اسم محمد في القران؟ اربع مرات. ما كتكلمش على محمد رسول الاسلام، كتكلم على محمد عيسى. القران كامل كيتكلم على عيسى، وكيجبد القصص انبياء اليهود على راس موسى. القران عمره ما هضر على محمد رسول الاسلام، وحتى داك اذا قضى زيد وتراه ما كتكلمش على محمد. كنا نهضروا على احتفالات العقده ديال المسلمين مع احتفالات راس العام. راه مشكله، راه مخلى الناس واحد العقده خطيره جدا، لان المدن كتبتهج الاضواء والمغرب. المغرب دابا كتخرج الناس عايشه الحياه، كل شيء متغير، الناس فرحانه وناري الصلاعي مش واقع عليهم، ما كيفهموا والو علاش. والمشكل كما قلت، والناس محتفله ماشي على عيسى كانه عيد ميلاد ديال عيسى، الناس محتفله غير لان سنه راحت وسنه عاد بدا جديده. ولكن هذا بحد ذاته راه مشكل لهم واحد واحد الخلل. راه كيسمح لي عزيز، اسمح لي تفضل. خويا خويا العقل. وي شكرا خويا العقل. الاسلام ديال المسلمين هو الاحاديث والسنه. الاسلام القران ما كيهضرش على الاسلام بتاتا. الا جينا نتكلموا على تفسير القران ما كيهضرش، كيتكلم بصفه عام، عنده مضمون ديني. كيهضرنا على قصص رمزيه لانبياء موهومين، حنا كنعرفوهم وهم صنعوهم هذوك 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 اليهود، ما يسمون باليهود، هم اللي جابوا لنا هذه الفكره ديال الانبياء كامله. القران عمره هضر على الرسول. القران راه ما جاش على الاسلام، الاسلام تصنع بعد القران. هذا الشيء اللي بغيت ناكد لكم. شكرا. دابا كنهضروا حنا من داخل الصندوق. فعلا الايه قلتي لي هضروا على محمد، واحد الآية كتقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، والغريب أنها تكررت في موضع آخر وكتقول نفس الكلام على أبو عيسى، وما عيسى إلا هو رسول قد خلت من الرسل. فهي كيتكلموا على نفس الشخص، ولكن حنا كنهضروا بصفة عامة من داخل الصندوق. أنا متفق معك، محمد هي صفة وما كتعنيش محمد كاسم شخص، ولكن هي صفة. المحمد المعمد، حتى هناك من ينطقها المعمد معمد، إحاء مكتوبة عين، لأن شي نقوش عملة نقدية ما فيهاش محمد، فيها معمد، والجهة الأخرى فيها صليب، وهي عملة تعود إلى عهد إلى العهد القديم قبل الدولة العباسية. فالإشكال هو أن هذيك إحنا نهضروا من داخل الصندوق، ولكن هذه العقدة المسلم المنتعي لعائلته كتشري كيكا ولا كتشري شي حلوة ديال راس السنة، أو ولده قال تيدير صوره مع بابا نويل وفرحان الليله، هذيك العقده اللي ما بغاش تفهم لي انايا عند المتطلعين. غير اللي بغيت هذه النقطه باش نرجع لهذا الموضوع، لان بالنسبه لي انا مهم. فغالبيه الناس ما كيفرقوش ما بين هو راس العام وكاين الكريسماس. فالذكرى ديال ولاده عيسى باش نكونوا واضحين، راه غير معروفه حتى هي، راه ماشي مؤكده بالطريقه اللي كيهضروا علينا وكيكتبوا عليها المسيحيين. ما عندهمش تأكيد. كاين دابا 25 اللي كيقول 25 12 24 راس العام 30 31، ولكن كله وربما شي واحد اللي عنده شي اكثر كلته خرطي، كلشي كذوب، ما كاينش اللي عارف، لانه متى بحال محمد دازت سنين عاد قالوا نديروا زيرو سنه زيرو هي السنه الفلانيه او الشهر الفلاني، ولكن راه ما كانش عليها تأكيد. فراس العام راه ماشي، لاننا هو تاريخ 2024 على ميلاد المسيح، ولكن واش هي مضبوطه؟ غير مضبوطه. فالمغاربه او غالبيه الناس، ماشي حتى المغاربه، حتى الاوروبيين، حتى الكفاره، ما كياخذوش راس العام كذكرى للمسيح ولادته، لا،
نعم كاين كنائس وكاين طقوس في مجموعات كيحتفلوا بالذكرى ديالو كاينين، ولكن هذا ما يعنيش ان الناس اللي كتحتفل في اوروبا او امريكا بانهم كيحتفلوا بذلك اليوم كيوم ديني، لا، هو فقط سنه راحت وسنه جايه، ولكن هذا فعلا عطى واحد هي احتفال ربما نقولوا اكبر احتفال عالمي هو احتفال ديال الرسول، لان الكل اتفق عليه كيحتفل به صدفة ماشي لأنهم يحبون عيسى ولا يحبون محمد. هاد الكهنوت وهاد الخوانجية هاد المتصالحين ما فاهمينش هاد الأمور أصلا، يقول أوه شوف العالم كله يحتفل بهذا، ولكن مع ذلك نحتفل بهذا اليوم ونحب هذا اليوم وأتمنى سنة سعيدة لكل واحد وكل واحدة منكم. ودابا المصيبة في السنة الهجرية، تغيير ديال السنة الهجرية للمسلمين واحلين واش نحتفلوا؟ شوف يا للصدفة والغرابة ديال الدين وديال الواقع كيفاش داير. دابا هاد اليوم لقي إقبال واعر، ملي جاو الذكرى ديال الحاج محمد أشلقاو قالوا تحنا نحتفلوا علاش زعما عيسى ولا حنا علاش ما نديروش بحال عيسى. ملي جاو تيقلبوا المساخير الوالدين أش لقاو؟ لقاو اليوم ديال الولادة ديالو غير صحيح ما كاينش أصلا، فهما كيحتفلوا باليوم ديال الوفاة ديالو. ما طاحوا في مشكل، بغاو يعاندوا المسيحيين تاعهم ونديروا حنا الهيلاوه وحنا زعما راه محمد شي حاجه. اللي جاو تيقلبوا الشيوخ جاو يقلبوا لقاو تاريخ الولاده غير معروف، هذيك 12 ربيع الاول ولا داك الشيء لقاوها هي ثابت انها يوم الوفاه يوم الميلاد، ما كان حتى حد عارف ربو فين كاين، حتى واحد مقيد ليه التاريخ ما عارفينوش كاع اصلا هو شكون، هو اصلا ابن شرموطه ابن عاهره شكون عيقيد ليه اليوم الزياده ديالو. فدابا ها هما هنايا الا ما يحتفلوش باللي جاوا باو يديروا بحالهم يحتفلوا باليوم ديالك الجو، تاريخ غير صحيح، تاريخ مغلوط. ما ولاو تيقولوا لا ما بقاوش يحتفلوا بعيد المولد بدعه، جاوا لهاد الحاج عيسى قال لك لو كان تفضل. ولكن اخ عاقل حتى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عند العلماء حتى هو بدعه. دابا حنا ما كنشوفوش المسلمين كيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، وكيفاش بغيتهم غادي يحتفلوا بميلاد عيسى واخا انهم كيختلفوا في المولد ديالو؟ وقضية اخرى قلتي انهم يصابون بالحنق وبالاحباط ملي كيشوفوا مثلا ملايين المسيحيين كيحتفلوا بهاد النهار، علاش؟ لانهم كيحسوا انهم ماشي هما بوحدهم اللي عندهم دين، كاين واحد الديانة اخرى اللي هي المسيحيه واللي مذكوره في القران ديال المسلمين، مذكوره المسيحيه بكثره وما مذكورش شي حاجه سميتها راس الاسلام. لهذا هما غادي بطبيعه الحال غادي يحسوا بعض الحنق وواحد بعدم ارتياح، لان المسلمين عندهم حقيقه مطلقه، عندهم محمد اشرف المرسلين، ومحمد هو اللي صلى بعيسى وبادم وبجميع الانبياء ملي عندما اسري به واعرج الى صدره منتهى. هذه القضيه راه عندهم حقيقه اخ العقل، انت كتشوف محمد رسول الاسلام صلى بجميع الانبياء وهذه حقيقه عند اي مسلم ما تنكرهاش، وكيفاش بغيتيهم غادي 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 يحسوا بالراحه وكيشوفوا ملايين ديال المسيحيين كيحتفلوا بهذا بمولد المسيح؟ تفضل. شكرا. انا قلت لك انا ما سمعتينيش، قلت لك هو عيد المولد النبوي دابا راه ولا بدعه، لانه واش لقاو عيد المولد النبوي ما كاينش، كاين عيد وفاه محمد 12 ربيع الثاني وربيع الاول، وقالوا لا دليل على وجود يوم ميلادي، فهما كيحتفلوا بيوم وفاتي. فهنا فين هما قلت لك كلشي ضرب لهم في الزيرو، لان في الاول كانوا باغيين حنا نديروا احتفال مثلنا مثل عيسى حتى هو نديروا لمحمد النهار ديالو، باللي جاو تيقلبوا الشيوخ اخرين قلبوا لقاو لا دليل على يوم ميلادي، واليوم اللي كنحتفلوا به هو يوم وفاتي. فالاشكال هنايا منعوا هذا العيد المولد النبوي. دابا العيد المولد اغلب الدول اغلب الشيوخ كما كينوضوا دابا لهاد راس السنه ولاو كيهضروا في راس في عيد المولد يقول لا ما تحتفلوش به راه بدعه، وما كيقولوش الحقيقه، لانك تحتفل على فرحان بيوم وفاته، يعني هو مات كتغر واو الحمد لله لقد مات الكلب، هذا هي الطريقه اللي كيديروا دابا في عيد المولد.
هو عيد موت النبي. فهنا فين طاحوا في المشكل شويه؟ شي يقول لك دابا لو ان هذا العيد كان خاص يحتفلوا به حنا، علاش محمد ما احتفلش به؟ محمد ما يعرفش احتفال، ما تعرفش شنو عيد المولد، قال لك يعني بدعه لان الرسول ما احتفلش به. هو كير احنا ماشي شغلنا محمد يحتفل ولا ما يحتفلش، ناس اتباع ديال السيد محتفلين به، حنا محتفلين معاه. مولد تاخبط راسك على واصلا الناس ما عارفهاش، راه مولد راه غير عام جديد دخل وعام سالف. هادشي اللي كاين. اهلا شكون دخل سالي؟ يلا دخلت عاوتاني. الامور راه بخير دابا صالي، اخبابي الامور على خير وبخير. هو لي زامي انتم كلكم عزازين عليا وكلكم زوينين وكلكم رايكم يحترم، وهناك اختلاف في الاراء وهناك كتدخل صراعات في النقاش، وهنا فاش كتكون ديك لا هذا ما خصهاش تخاد بيرسونيل. بحال انا ملي تشاركت معكم هذيك الهوبي الزوينه اللي كنت كنحلم بها وغنيت ونشاط معكم، وحسيت براسي دوزت احسن راس العام معكم، حيت غندوزها مع ناس اللي كيفهموني احسن ليا من دوزها مع ناس ديال النفاق. جو بريفير ندوزها غير في داري مع مورا التليفون مع ناس بحالكم. غير هو ما يبقاش هذاك الشجار ملي خاص كل واحد يعرف كيفاش يحكم هادوك لي سنتيمون ديالو في النقاش، لان ملي كيولي داكشي واحد خصو يدافع على الاخر وما كيسمعش للاخر، واخا الاخر راه يكون ضدي كومبليتلي ضدي في كل شيء، خصني نتعلم نرجع اللور ونتصنت ليه ونقول ليه ساليتي اوكي حتى انا خصني. حنا عندنا هذاك ادب الحوار باقي شي شويه كنزلقوا فيها، واخا حنايا كنحاولوا اننا نتعلموا من الناس الواعرين، ولكن باقي معطلين فيها. في يوم وليلة يوم وليلة هدنا حلوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى شوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. لقينا روحنا على بحر الشوق، نزلنا نشرب ودوبنا فيه، ومن يصدق يجرى ذا كله، ونعيش سوا العمر كله. في يوم وليلة ليلة 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 ليلة.